السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وربي يحفظكم من كل شر يا رب. شكرا على تعليقاتكم الحلوة. هاي الجو جاي يمطر، يعني ما أطرى مطر مو طبيعي. شت نايم أنا اليوم، رجعنا أنا وتوستن، كنا طالعين حشترينا أصباغ صبغ للبيت ورولات وفرش وشغلات كل، ورجعنا. بس يعني ايش زختها، زخة قوية بس شنهي مزن تجي. شوف شوف شوف، يعني مو عبالكم مطرت لها شنه قاطات. شوف شوف الماي، ما يبين، شارع نظيف بس هنا يمكن يبين. شوف الماي منه جاي مجرى، يعني هسه انا قاعد لقيت شوية من الصحية، وهذا المرزيب مال توستن مسدود، يراد له واحد يفتحه، لان يعني البيت هنا أنا جوهم مو رطب يسوي مثل هاي الطحالب. السد هاي منه، شوفوا هاي هاي هسه انفتح، هاي هواي من عنده والله. فتحته انا هسه بس مشيت الماي، مو هذا موضوعنا. الموضوع اليوم الخضيريات، الساعة تقريبا بثمانية، ثمانية وربع قعدت، ثمانية وربع الفجر الصبح قعدت لقيت الخضيريات. فتحت لهن الباب وش اسمه، طلعا قبل مصورة الفيديو راح نشره، وهذا راح يجي بعده الفيديو. طلعا اجين من هناك، طارن اربعة من عتهن من حديقة توستين للبحيرة مباشرة، طارن هاي المسافة ذاك الحائط الخشب من عدة، طارن اجين من هنا عبرن هذا الشارع لاحقا بالبحيرة، واربعة جن مشي الفحل المشنج ويا ثلاثة خليتن هنا. انا رجعت تريقيت كمليت، وشوية باعت على التلفزيون، وبعدين يمكن أخذت لي بالساعة. نريد نطلع أنا وتوستن نشتري أصباغ وعدة للبيت فرج على اليوم، هي اليوم هذا الكلام. ورحنا استنسخنا أوراق يم صديقتنا مرية اسمها لودا، جارة توستن بيتها القديم، جارة بيتها القديم. لا من اخذت لي يمكن تقريبا بالساعة جوا قبل لا اروح على صاحبة توستن. جيت دخلتهن، اخذت الخضيريات دخلتهن جوا للحديقة. قبل شو اقول لكم، انا اقول لكم من يوصلن الحديقة ويبخن شوقهن ارجعهن للبيت، بعد ما يروحن لا منا ولا منا، ما يطلعن للبحيرة مرة ثانية. انا سويت اليوم من فتحت لهن، قلت لكم طارن اربعة، لا تلتبس الامور اوضح زين، طارن اربعة واربعة جن مشي، بقى خذني هنا على ما رجعت تريقت وكملت اموري، ها يمكن ساعة. جيت لقيتهن طالعات هنا سبحانات مكملات وطالعات واقفات هنا على الرصيف، هاي على هذا المكان خذت هنا، رحت بدلت ملابس، اخذت حطيتهن بالحديقة مال توستن، ورحت بدلت ملابسي كرمو، لبست حذاء جواري وكملت. جينا انا وتوستن ما لقيناهن بالحديقة، ما لقينا ولا ريشة بالحديقة، اجينا لقيناهن بالبحيرة، قامن ما يروحون بالحديقة. فأنا اليوم أرد أقطع الشك باليقين، حتى لا نظلمهن ولا نظلم واحد من المعلقين، ولا بعدين يصير ملامة. حتى شنو، اليوم ما راح أخذهن أنا للبيت، طلعا جبتهن رجعتهن الصباح
او بسرعه بس خلينا دخلت البيت اجى لهنا ما رهمن راح ارد اشوف للجماعه اللي يقولون ما يروحن يرجعن يطيرن ويرجعن. اذا اليوم صار الغروب وصار الليل اخليه للغروب ال 11 بالليل مثل البارحه اخليهن هنا اخليهن. اذا رجعن للحديقه والكوخين الطيور ذني ما راح اقصهن وراح يبقن عندي واحنا مأمنين من وراهن. بس اذا ما رجعن وظلن بالبحيره هنا ونسن الحديقه وما وصلن ولا لهن علاقه بها لازم انا اذا اريتن اقصهن واذا ما اريتن اتركهن لان مالي طيرن من الحديقه ويرجعن التوسن مشون لا ما يرجعن والتوسن ما اريتن بحديقته يعني صراحه يعني لو اذبهن هنا أنا بعد ما له علاقه بهن الكلام واشيل لذاك البيت وبعت انه يظلن هنا من هنا لمن تلاقيهن طيور بريه شي ويطيرن وياها ويروحن. ها واليوم حد اليوم هي المره ابنها صياد مره طانه وزه بطه طانه انا وتوستن قال الذن بس يطيرن كل واحد يلقى صديق ويطير النثيه تلقى فحل والفحل يلقى النثيه وما يعرف عنك. والافضل تبعتهم اوروبيين الافضل اترك لا تقصهن وخليهن براحتهن وخليه يروحن لطبيعتهن. قلت لها كانت تكون هيك مكسور قلبك عليهن شو ابن 24 ساعه يصيد بيهن وياكل. على كل حال راح اليوم راح اتركهن وما راح اروح منها قدامهم خايف مش هن ما يجن وراي بس خاف يجن وراي واساعدهن راح اطلع منها بالطريق المعاكس. ها اكو موضوع هم ارد احكي اخوان كلكم اخواني وعلى راسي. اكو يعني احنا محتوى المحتوى مالتي خلي كل واحد يقرا شو اسمه الوصف مال قناتي الوصف مال القناه ايش كاتب اني كاتب عن الطيور والطبيعه ما اريد اتكلم شيء عن حياتي الخاصه. من هو مثلا شخص يسال انت متزوج لو لا واحد يقول لي عندك اطفال لو لا واحد يقول لي اهلك وياك لو لا واحد ما هاي اسئله خاصه بي بحياتي اني انا اخو ما انشر احكي عن حياتي يعني واحد هم له خصوصيه وهم له اخو مو نحكي كل شيء على القناه وانشر عن حياتي احنا نحكي عن الطبيعه. عندك سؤال خارج الطبيعه تريد تسأل عن لجوء تريد تسأل عن شيء أنا بخدمتك زين. قضية ثانية توني مثلا قبل بذاك الأسبوع الفات نشرت الهجرة مالت شلون أنا هاجرت يعني جو واحد يقول لي يا بمار شلون أنت تشرح لنا عن الهجرة شلون طلعت واحد أنا توني زين ندخل على القناة تلقى فيديوهات بيها الشيء اللي ما تلقاه شوف راحا هيك شيء اطلبه من عنده بس يكون مو شيء خاص الخاص ما اجاوب عليه اعذروني ما اجاوب على شيء خاص لان يعني واحد هم عنده خصوصيه مهما كان. هسه خاف واحد يجي لك هسه يلا هسه انت منو جبارونيه سي او انت دونالد ترامب لا انا علمتني هنا علمونا ذولا انا وترامب اثنين انسان اثنين بشر ما هو مو زايد علي بشيء ولا أنا ناقص منه شيء. اثنيناتنا الله خالقنا مهما كان مهما على شأن البشر حكيتها بفيديو سابق علمونا ذول هنا الأوروبيين أنت إنسان ولا تحتقر نفسك ولا تحتقر المقابل. أنت ويا اثنينكم إنسان بالإنسانية اثنيناتكم إنسان مهما تغير دينكم وشكلكم مختلفة لغاتكم أو مناصبكم. البارحة قلت الطبيب والراعي هنا اثنينهم يعاملونك كهذا إنسان عنده احساس وعنده شعور مثل ما يشعر الراعي يشعر البروفيسور يشعر رئيس الدوله اثنيناتهم نفس الشيء. فكل واحد عنده خصوصيات الراعي مع احتراماته له عنده خصوصيات والطيار والطبيب والرئيس والمستشار عنده خصوصيات. وصاحباتنا شوف ايش قاموا يسوون هنا اثنين هناك واحد
لان ايش الواقع جوا السياره ذيك راح المنطقه قامن يدرسنها يعرفون شكل شبر من المنطقه هذا فتشي حلو. بس شنو المو حلو اذا طارن وما رجع؟ لا اذا اليوم الغروب ما رجع حسنا جوا السياره ذيك ذنيت شوفوهن جوا السياره. بس هنا أنا بالتصوير سياراتهم اكيدهم ما يرضون ارقامهم تطلع. شوف الخصوصيه حتى بالسياره لا صندوق البريد مال البيت ما يرضون يتصور ولا رقم السياره. اكيدهم تشلب مالي ما يسمح لك الصوره. مثل هسه كوا ذكر حظيره ابقار جيت اصورهن رحنا نشتري حليب انا وتوستن قلت له ممكن ما لقينا حليب قلت له ممكن اصور الحظيره قال ايه تقدر اصورها بس شوف شلون ثاقبيه انا اقدر اقول له ايه وبعدين وين هو يلقى اليوتيوب مالي قال ايه تقدر بس كون ما تنشره على اليوتيوب. شوف هو ايش قال لي قال اصور الحظيره مالت ابقارنا ابقار الحليب هذا الاسترالي ما ادري الفريزي هذا الابيض واسود يمكن 500 بقره عندهم قال لي صور بس لا تنشر على اليوتيوب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي تصور فيديو تحتفظ به بجهازك اي مو مشكله. قلت له لا انا اتاسف ما اصور عندي يوتيوب انا جيت اصوره. قال لا تنشر ابقارنا على اليوتيوب يعني هنا ابقار وشوف ثق بيه يعني قال صور يعني يعرف بيه اذا قلت له لا ما راح انشرهن يعني مستحيل راح انشرهن. شوف شلون ثقه مطره الدنيا شلون عندهم ثقة بالآخرين. إيه صورهن عادي بس لا تنشرهن على اليوتيوب. أقدر أنا أصورهن من ذاتي وأقول يا بشين هو عود دنماركي عود راح يلقاهن هنا وعلى القناة مالتي. وين يلقى القناة مالتي أصلا؟ وين يقلبوها باليوتيوب؟ وحتى إذا حي تلقى هذا اليوتيوب مالته حتى إذا كان يبغى باليوتيوب قنواتهم يعني دنماركيين يعني يوتيوبرية دنماركيين أو أمريكان أو أوروبيين ما يدورون بالعراقيين ولهجة عراقية أو عربية لا ما يدورون هاي الأشياء. أنا رجعت من المطر والخضريات ظلن ذيك السيارة البيضة كان يمها هن خليتني يمها مو كان يمها هناك تطشرن ما لي علاقة بهن. اليوم إذا ما رجعن إلا لعب المقص عليهن باكر الصبح تلقاهن مقصوصات. اليوم إذا ما رجعن من كيفهن باكر اني اقصهن بعد ليش انا ها واحد ناس تقول يرجعن وناس تقول ما يرجعن وناس تقول يروح يعني ليش اليوم قبل لا يشتد عودهن ويقوى جناحهن هسه قامن يطيرنهن ويندلن حتى مشي طيران يندلن البيت. ها راح انتظرهن اليوم تمطر لا شتاها شتا ولا صيفها صيف يعني هسه واحد عمي صدق عم راضين انا عم عظيم شفته بالعراق والحر راضي بالبرد بس يعني مو هيك يعني ما تعطيك مجال حصرة عليك يعني كون جو معتدل مثلا بدون مطر السبح استغفر الله لا اعتراض على امر الله بس هسه تنطر يمكن ما يبين المطر. هسه راح احط زوم لذيك الشجره اللي سودا يبين المطر بين لا ما ادري شوف شلون تنطر. ايه اخوان ف لحب ابينه شغلات خصوصيه يعني ما يصير يسالوني. واتذكر مره بالمدرسه يريدوننا بس يعني يصير حوار بيننا وبين الدنماركيين بالصف كانوا بالمدرسة. اجت بنية تنظف بالمدرسة مو تنظف كهربائية عندها صيانة كهربائية لابسة شو اسم البنطرون هذا مال الصيانة والتيشيرت مال الصيانة ودورنا فيسات وشغلات ومدري شنو او يمكن عمرها بال22 سنة هيك بس ما شاء الله جمال. اجت قالت لها المعلمة قالت لها من رخصتك ممكن خدمة صغيرة من عندك. قالت لها تفضلوا. قالت لها اردك توقفين هنا وحتى تشوف بالله
حوار يدير بينك وبين كل الطلاب ذول الجاي يتعلمون التلاميذ. احنا مخبوطة صيني، ايش اسمه، صيني هنود من كل الديانات الهندية، ويانا بنجابي، ويانا مسلمة، ويانا ذولا كشمير ديانات ما اعرف شو اسمها بالهند، ويانا صين، يابان، من النيبال، من كل دولة واحد اثنين، من سوريا، من فلسطين، انا عراقي، من روسيا، من ليتوانيا، والله العظيم من الصومال، اريتريا، يعني صف تلقاهم خلط انواع واشكال، حتى ويانا بريطاني، من بريطانيا جاي هنا لمشمل. يعني على كل حال قالوا لنا سألوها، انا ما شن لغتنا شوية ركيكة، والعراقيين بعد احنا ما نقعد ونسكت. قال اسئلوا هم، انا ما فهمت بعدني، مو مثل هسه شوية اتكلم. سنت بالمدرسة يعني ما فهمت المعلمة ايش قالت، المعلمة ثار ايش قالت، قالت اسئلوها اسئلة عن عملها، لا تسألونها عن حياتها الخاصة، هو الكلام عليه من جبناه، لا تسأل واحد على خصوصياته. واحد قالها كم ساعة تشتغلين باليوم، جاوبتها. واحد قال لها ايش قد تاخذين على الساعة، واحد قالها عملك متعب، ويعني سألوها بنات ولد. قلت لها انا رفعت يدي، قلت لها شوف احنا كعراقيين، انا والله العظيم ما عندي بيها، بس قلت لها عندك حبيب، وهو كلها ضحكت. شايفين هذا الموقف شكل، قلت لهم شكل ايش تضحكون، مثلا ضحكوا وياي التلاميذ والبنيه هي ابتسمت، بس الاحراج صار. وهذا والمعلمة قالت لي لا ناي 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 ناي، قالت ما يصير هذا سؤال خاص اسمه شخصي، ما يصير تسألها هي السؤال. سألها عن عملها، قلنا احنا قلت شنو ما جايبتهم ذولا اكبي ويانا عرب شوية لغتهم اقوى من عندي. قالوا سألها سؤال عن عملها، لا تسألها سؤال شخصي، فجبناها عن خصوصيات، كل واحد عنده خصوصيات. يعني هاي النملة هم عندها خصوصيات، ما تعرف ايش ضامت بيتها. فاحنا نحكي عن ذني، عن الطيور، عن لان هو المحتوى مالتي هذا، واليوتيوب كبير، كل واحد يدور على المحتوى اللي يحبه. اكو ناس يريدون يسمعون يومي يعني الخضيريات، اكو ناس يحبون يشوفون ذن الطيور مثلا شرعهم واشرحهم، اكو ناس تحب الطبيعة، اكو ناس تدور هجرة ومهاجرين وسفر. يعني شو سولف مثلا عن الدنمارك، مثلا شو سولف، اسألني وانا اجاوبك. اذا تريد تسأل عن الدنمارك اللي اعرفه انا اجاوب عليه، واللي ما اعرف عليه اقول لك ما اعرفه. هاي انتهينا من عتها. وانا يا اخوان البارحة شلت لي طبلة مال تلفزيون، انا من زمان زمان يعني بال97 يمكن شلت لي ثلاجة ونشلع صرت انخلعت، وظليت يعني معلول من عتها. واي ناس سوتها الي، بس مو ناس الفاهمة بالعراق من شنت، ناس يعني مبتدئين ما ادري شنو، مره واحد ارتاح لي يوم يومين، ومرات ما ارتاح، وظلت وياي، ظلت السفيفه مال جسمي كلها مضروبه، كلها يوجعني جسمي، عظام توجعني، اعصابي مشنجه، عضلاتي دمرتنا، معدتي ما مستقره، ظهري يوجعني، رقبتي امتوني، يعني والله العظيم عايش ويا الالم والوجع. بعد هي الصرة سنتر الجسم، الصرة سنتر الجسم، الطفل من كان صغير يتغذى منها، من جسد أمه، فهي الصرة سنتر الجسم، يعني بنص الجسم، الوسط، المركز مال الجسم. ف
فمأثر على المعدة، مأثر على العيون، مأثر على النفسية، بسرعة عصب، بسرعة انفعيل، والله العظيم بسبب. فيعني عايش وياها، يعني سويت لليوتيوب ما خليت لي فيديو، ما خليت لي فيديو باليوتيوب ما طبقته. واحد يقول لي تمرجح لك بشي، واحد يقول لي حط زيت وهي تسوى، واحد يقول حط لك صرة ملح وبيها قطنة وشعلها وحط لك قلاص ويسحبها، ما خليت شيء ما سويته. ارتاح لي صدق يوم يومين بس لو الوجع وياي ارتاح، خلينا نقول 50% 60% 40% ما مستقر. هسه البارحة شوفوا شلون 4 فصول باليوم، تشوف 4 فصول. هسه يا اخوان والله العظيم اريد بلكت واحد عده معلومة. هسه انا لو بالعراق اكي ناس عندنا الطق الصرة تسوي، هذولي الطبيب قلت لي يا بصرتي مشلوعة، ترى يقول لي شنو صرتك مشلوعة مثلا، اول مرة اسمع بهيجي. عمي متت والله العظيم، صرت ميز التلفزيون اميس، لو يوم الاسود ساعة السودة شلت بيها ميز التلفزيون من امس، واليوم مدريش بيا قبل طق ظهري، هو مو ظهري، العصبة مالتي، العصبة ضربت على الظهر، هذا القفص الصدري، هذا المثلث جو بسلاية القلب، هاي هنا شو اسمه وجع متني. واحد قال لي الأبهر، واحد ماشي قال لي شوف هاي اليوم غطيتها، لقيت الخطية فريخ مال عصفور طايح بالماي، وقوة لحقت عليه ودفيتها خليتها بالشمس وطار فرخ صغير وانتوى يطير، وغطيتها هنا بعد ذني بالبحيرة جماعتنا قاموا هنا بحال هاي بعد. على كل حال شوف ما شاء الله شقدم حملة تفاح هاي الشزرة، شوف تحمل خلينا نقول 100%، خلينا نقول تحمل 100%. شو تسوي هاي من هو وريد الذب 25%، بعدين من يصير هيك صغير حصرم الذب 25%، يعني ظلت 50%، يعني ورد طاح 25 وذبت صغير 25، هسه ظلت بحاملة 50%. شوفها شلون تشيل حمل هاي بحديقة توستن، وشيل نوعين تفاح مطعمة تشيل تفاح، ويعني بس انا شو اسمه منتوجها ما يعجبني. اكو اشجار شوف طايح منتها، اكو اشجار وين اكو شجرة هيك، اذا الله خلانا طيبين راح اصورها لكم بالايام زارعينها بالشارع، بس والله العظيم هم بيها نوعين التفاح اصفر واحمر. الاصفر يعني راوي مو تفاح، مو نوعية ما شاء الله، والاحمر بعد اضبط وكان عسل وماي مطقتها من الشجرة للخلاط. سبحان الخالق، يعني لا بالسوبر ماركت ولا تفاح شايفه اطيب من عندها، ليش؟ لان تجيبها من الشجره وهن نوعيتها جيده، بس هي الشجره مو مال بريه، يعني هي زارعها واحد بس هي يشوفونها بالشوله، لان مطعمه نص اصفر ونص احمر، مو شجره بريه. وهذا مفكر بس اشيل للبيت واحد، هي ارض مال رجال يعني مال شخص هو زارعها بارضه، بس هي بعيده عن البيوت، اريد اجيب من عندها اقلام وازرع، لا اجيب نفس نوعيتها اشوف من السوبر ماركت، مفكر بهذا الشيء. وكان انا هم كرزات اريد اجيب من عندهم اليوم اصورهم بيت مال الناس، ادس ترخص منهم واروح لهم هم اقطع منهن، وهم بس مو هسه بشوف شو وقت موسم العقل ينزرع. فاخوان انا غيرت موضوعي مالت الصرة، وانا هنا أنا بالدنمارك، مو واحد يقول لي تعال للعراق، وانا اذا جيت للعراق ود الله كريم، بس هسه والله تأذيت نفسيتي تعبت من الصرة مالتي. صرة اتذكر ب 97 شلت الثلاجة هاي العشتار، تذكروها كانها ريم
كنت صغير يمكن عمر 19 سنة، والوالد يعني لا تقل له لا أبد، قال تعال شيلها وياي وشلتها وياه جباري خوف. طقت مثل انت كهرباء، طقت شلون كهرباء، طقت بالهذا وبظهري بيم الحزام، ظلت توجعني. بعدين تعايشت وياي، ظل الوجع وياي من كل يوم يتغير، مرات يصير بالشتيف بالمتين بالرقبة يم عظم الترقوة، وها الوجع عايش وياي. يعني هسه شو كل ما أكبر كنت ماخذ بحيلي، يعني 20 سنة، 22، 25، 30، 35 ماخذ بحيلي. هسه شو قام يطيحني، كل ما أكبر سنة قام يتضاعف عليه. هسه أمس شلت الهاي الطابلة، تقص الرجال كبير ما يقدر هم ظهره يواجع، وما خطية ما هون بيه. قلت له روح مالك علاقة، أنا أشيلها وحدي، والرجال جاي يشيلها وياي. وتوستن من نسل الفايكنج، الفايكنج كلكم تعرفون الفايكنج، توستن من الفايكنج. الفايكنج عندهم مرض شلون صابحهم مثل التنعوج مال ايديهم، عنده مثلا الزغيرون والبصافه اليمنى واليسرى مثل ايبات هيك. يقول هذا المرض شو اسمه وراثي من الفايكنج، طويل عنبه صاير بيها. وكتينه انا جبت هالتوستن العام هاي التينة، بس ما صاير بيها شي. شو وهاي الكرزة مال توستن اشتراها، بس اشوفها مصافر مريض مو صاحي، وركها مزرف مصافر العالم. الكرز مالها صار هيج شحلاته، وكرزة توستن كانها وحدة بيها فقر دم. هاي عندها جهاف كرزة توستن، دائما انا اضحك عليها واتنمر عليها قدامه. بس الشقايا شوف هاي هنا مرتين السنة كررا عليها، هذا الحداد الازرق احنا نسميه، هم يسمونه هنا بلو مايس، مرتين عشيان طارن منه لان كنارياتنا يغردن. فاخوان هذا اللي عندي، حكيت يمكن اكثر الموضوع بهذا الفيديو طال، وعن اي موضوع كتبته لك التعليق، اي موضوع قلته طرحته. واكثر شيء عن سرتي والله دمرتني في امان الله، والشكوى لله. هاي الله يعطيكم الصحة والعافية ويستر عليكم ويبعد عنكم الوجع والمرض واي شيء والتشنجات. الشكوى لله، بس أنا أستشير يعني منو بيكم عنده مثلا خبرة، مر بموقف بصديق صايرة بهاي الحالة، يعني الله يبعد عنكم هذا الشيء. بس هذا الشيء اللي عنده أنا، والله من أمس شلت هاي ولليوم. إحنا عندنا هذا لونه يصير أزرق يشعل بنفسجي سما، ما أدري شنو لونه، فيروزي عندنا. شوف هذا لون عتهم مثل الابيض، احنا نسميه نفل بالجنوب بالناصريه، نفل او بهم يسمونه قرط خيل. بس هنا نشوف لونها تختلف، مو مثل اللون اللي عندنا، بس نفس الريحه بالضبط. ولا هنا انهي حلقتي لهذا اليوم، في امان الله استودعكم في الله، مع السلامه.